السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم الوصفة ديالنا ان شاء الله غادي تكون واحد الغريبة ديال السميدة والكوك بدانيت ديال الشوكولا. نبداو على بركة الله بالمقادير. هنا عندي جوج بيضات، 500 غرام ديال السميدة الرقيقة، هي الرقيقة ديال اللي كنديرو بها الحرشة وبسبوسة. عندي خمارة مفيئة 15 غرام، عندي واحد القبيصة ديال الملح، عندي دانيت شوكولا، عندي كاس ديال الكوك او جوز الهند، ها هو كاس ديال السكر سنيده، كاس معامرش ديال الزيت النباتيه، جوج معالق ديال الكونفيتور ديال الليمون او البرتقال. يمكن لكم ديروا ديال المشماش، انا هذا اللي متوفر عندي حتى هو كيجي نفس النتيجه. هنا عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو المر بودره. صافي، هادو هما المقادير. ندوزو على بركة الله للطريقة. بسم الله، غادي نخدمو هاد البيض هو الأول مع السكر. هاد القبيصة ديال الملح، نخدمو مزيان هكا، مضطرب اليداوي حتى سجل الخليط. نزيدو داك الكاس معامرش ديال الزيت، السكر بقى لاصق شوية في الكاس مشتوش. دوك جوج معالق كبار ديال الكونفيتير، هو جاري خاص تيكون خاص بالحلويات. نضيفو داك العلبة ديال دانيت شوكولا أو ياغورت بالشوكولاتة. وهاد معلقة كبيرة ديال كاكاو بودرة مر. نضيفو هاد الكاس ديال الكوك أو جوز الهند. على فكرة الكاكاو مر راني غربلتو، غربلت السميدة. دابا غادي نضيف هاد الخمارة. نبدا نضيف السميده شويه بشويه،
هنا الخليط بدا كيتقال، غادي نخدم بيدي. نجمعو بحال هكا، خصنا العناصر كلها تنسجم مع بعضياتها. نخلطو مزيان بحال هكا، هاد الغريبة هادي كتجي زويونة، داك المذاق ديال الضاليط و كاكاو المر كتجي مختلفة على الغريبة ديال الكوكو السميدة اللي كنعرفو جميع، كتجي رطيبة و المذاق زويون. هكا باش نشربو قهوة ولا أتاي، العناصر كلها انسجمات مع بعضها. صافي دابا غادي نخليها هكا تشرب، غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها تشرب. ودابا غادي نغطيو على هذا الخليط ديالنا ببلاستيك غذائي، نغطيو عليه من 20 دقيقه حتى ل 30 يشرب مزيان. الوقيته اللي غادي نسخنوا فيه الفران، حتى الفران خصو يكون سخون مزيان على 180 درجه. هكا باش ندخلو صافي ونخليوه يرتاح كما قلت ما بين 20 و 30 دقيقه، ونرجع ان شاء الله باش نشكلوه. ودابا من بعد ما ارتاح الخليط ديالنا خليت واحد نص ساعة، غادي ندوزو نشكلو ان شاء الله. هاي ديك السميدة شربات، غادي تجمع معنا بكل سهولة. كورهم هكا حجم صغير هكا يكون متساوي. صدقوني هاد الغريبة هادي كتجي المذاق ديالها رائع، مختلفة على يعني داك دانيت ديال الشوكولات وداك الكاكاو المر بودر، كيعطي واحد المذاق اللي مختلف على كما قلت لكم الغريبة العادية اللي كنعرفو ديال السميدة والكوك. ما كتلصق في يدي ما والو، المهم غادي نستمر هكا حتى نعمر اللاطا ديالي. ها هي الغريبه ديالي شكلتها، هادي اللاطا الاولى شوف تبارك الله كتحط، هادي هي اللاطا الاولى. انا غادي ندخلها من بعد ما فرشت لها ورق الفرن، غادي ندخلها دابا للفران اللي شعلته من قبل على 180 درجه
شعلته غير من الفوق حتى تشقق ليا الغريبه، عاد نولي نهبطها نشعلو من التحت ونخليها تحمر من التحت. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نكملو ما تبقى من الخليط في لاطه اخرى. المهم هاد 500 غرام ديال السميده مع هاد الكاس ديال الكوك وباقي المقادير راه كتحط تبارك الله طبيسين وكتوجد بسرعه. يلا عند هذيك 20 دقيقه كما قلت لكم حتى نص ساعه اسمحوا لي اللي خصها تشرب فيها شويه صافي هي كتوجد بسرعه. نستمر هكا حتى نكمل الخليط ديالي ونعمر لاطا ونرجع نشوفو الشكل النهائي ديالها. ها هي الغريبه ديالي من بعد ما وجدات كتجي هكا مشققه وكتجي واحد الريحه بعدا ما نقولكمش ديال الشوكولاطه والكوك غزاله في الدار. ومهم كتجي رطبه وخرجت لي هاد جوج لاطات خرجوا ليا 33 حبه. ها اللاطه الاولى ها اللاطه الثانيه ها كيجي المذاق ديالها رائع الغريبه هادي جربوها ما غاديش تندموا غتولي معتمده عندكم. ها هي الغريبه ديالنا من بعد ما درتها في طبق التقديم. غادي نقسم معكم شي وحده شوفوا كي جات شوف كتجي رطبه كتقسم دغيا كتجي اكثر من رائعه الغريبه هادي جربوها كما قلت لكم وما غاديش تندموا. بحال ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء والى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.